أخبار اليوم. وزي ما احنا شايفين طبعا في استقبال رسمي حافل في مطار الخرطوم، بعدها بيتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر الاحتفال، ثم يستكمل بعدها بعد حضور هذا الاحتفال رحلته إلى ألمانيا وأوروبا، ألمانيا والمجر. وبالتأكيد احنا يعني مشاركة مصر في مثل هذه الاحتفالات والمناسبات الوطنية السودانية ليست بجديدة على مصر، يعني قبل ذلك كنا وطنا واحدا وما زلنا، وسيظل الأمر كذلك إن شاء الله. الحكم يصدر